السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ بقى نتكلم عن بعض الديفينيشنز أو بعض التعريفات اللي هي بتدينا الترمينولوجي اللي بتستخدم في الصناعات الدوائية. أول ديفينيشن هنتكلم عليه أو أول ترم هنتكلم عليه هو ما يسمى بالـ Active Pharmaceutical Ingredient أو ما يسمى بالـ API، الاختصار بتاعه هو الـ API، وده الاختصار المستحب استخدامه في الصناعة. وكلمة API ده يعني اللي هي بالعربي كده هي المادة الفعالة، يعني أي مادة لها تأثير علاجي أو تأثير وقائي أو حتى كانت تستخدم في التشخيص كل أو تؤثر على البودي فانكشن بأي وسيلة تسمى Active Pharmaceutical Ingredient. عشان كده بقول it is any substance or mixture of substances that are intended to be used in the manufacture of a drug or medicinal product. This substance intended to furnish pharmacological activity، يعني تدينا تأثير pharmacological activity or other direct effect on in the diagnosis, cure, mitigation, treatment. cure بالسوء treatment طبعا، mitigation يعني تخفيف الألم أو prevention of disease or to affect the structure of and function of the body. يمكن أهم حاجة في هذا ال definition، مش إن إحنا نعرف هو إيه، كلنا نعرف ما معنى كلمة active pharmaceutical ingredient، لكن هي التعامل بتاعها في وزارة الصحة بيبقى إزاي. بالتأكيد الشركة لو استوردت أو اشترت من المنتج أكتيف فارماسيوتيكال إنجريدينت، مادة خام ولكنها مادة فعالة، بتجيبها بكمية معينة، بتقول بتعرف وزارة الصحة بالكمية اللي جابتها، بيتاخد منها عينة ووزارة الصحة تقرر إنها تفرج عنها، يعني تبقى صالحة للاستخدام طبقا للمواصفات بتاعتها، لكن الاستخدام بتاعها بقى بيبقى مقنن. يعني أنت لو جايب 10 كيلو، لو الباتش بياخد كيلو يبقى لازم تنتج بيه 10 باتشات، لو الباتش بياخد 2 كيلو يبقى لازم تنتج بيه 5 باتشات، ووزاره الصحه من حقها تراقب الكميات بتاعتك من الاكتيف فارماسيوتيكال انجريدينت. الترم الثاني اللي هو الاسيبتيك اريا، دي مش هنقدر نخش فيها بالتفصيل لان احنا عندنا موضوع كامل وهو الاسترايل برودكشن هناخد فيه بالتفصيل، لكن خلينا نقول هي عباره عن زون، يعني منطقه او زونز او مجموعه من المناطق، وزين اكلين اريا في قلب الكلين اريا اللي في المصنع بتاعنا، which have grade A or B condition. وكلمة جريد A أو B ده مش هنقدر نفهمهم إلا لما نشوف خصائص، يعني إيه أريا A ويعني إيه أريا B ويعني إيه أريا C ويعني إيه أريا D. دول هناخدهم إن شاء الله بالتفصيل الشديد في محاضرة كاملة أو في موضوع كامل، وعشان كده مش محتاجين نعرف عنهم في الوقت الحالي إلا إن ديت أماكن بتبقى خالية إلى حد كبير أو لها certain limit من المايكرو اورجانيزم او البكتيريا كاونت، ده كمان بيبقى فيها سيرت الليمت من البارتكل او البارتكلت ماتر في الهواء او في المتر المكعب من الهواء. الاسيبتيك اريا دي بتستخدم بقى عشان انتج ما يسمى واعمل اسيبتيك بروسيس، يعني هو المكان اللي بنتج فيه اللي بعمل فيه اسيبتيك بروسيس، والاسيبتيك بروسيس ديت اللي هي ميثود اوف بروديوسنج ستيرايل برودكتس، يعني المنتج بتاعي يكون ستيرايل ولكن بدون عملية ستيراليزيشن للمنتج النهائي، لكن هو بيكون فيه ان ببدأ باسترايل رو ماتيريال وببدأ باسترايل اكويبمنت، وبنتج فين بقى؟ وبنتج في اسيبتيك اريا، وبلجأ لهذه الطريقة اللي هي الاسيبتيك بروسيسنج لو كان المنتج بتاعي لا يتحمل اي طريقة من طرق التعقيم المتعارف عليها. نتكلم بقى عن الباتش. الباتش ده واحد برضو من الترمز اللي بتستخدم كثيرا في الصناعة، وده بالتأكيد يوميا بنستخدم كلمة باتش. والباتش ده عبارة عن كمية كوانتس اوف دراج ان دوسج فورم، يعني اي دواء او اي منتج او اي مادة، سواء مادة خام او مادة فعالة او غير فعالة، اما دوسج فورم او رو ماتيريال او باكجينج ماتيريال حتى، خصائصهم منها ايه بقى عشان اقول عليهم باتش؟ ان هم يكونوا هوموجينس within specified limit. يعني اقول مثلا تركيز لو دي تابلتس، تركيز الدواء فيها 500 زائد او ناقص 10%، ده المقصود within specified limit produced according to single production order. يعني لما اجي اتكلم واقول مثلا اسبرين تابلتس، خلينا نقول مثلا ريبو تابلتس بالاسم التجاري بتاعها، ريبو تابلت ديت بالتاكيد هيبقى فيها كذا باتش بيونتك. الباتش معناه ايه؟ ان لما اعمل امر انتاج لكميه من الدواء بتاعي او لكميه من هذه الاقراص، بيسموا مع بعض باتش، وبالتاكيد لانهم انتجوا مع بعض بنفس الخطوات وفي نفس التوقيت، وعملتهم وزن وميكسنج
وجرانيوليشن وكومبريشن وباكجنج مع بعض، فبقى يكونوا ايه هوموجينس وزين سبيسيفايد ليميت. احيانا بعض الشركات بيبقى عندها وخصوصا في الرو ماتيريال خط انتاج مستمر، يعني اللي هو كونتينوس برودكشن. في هذه الحاله ان كيس كونتينوس برودكشن ممكن ان احنا ناخد جزء من البرودكت ده ونحط عليه كلمه باتش او نسميه باتش. الباتش ممكن يتقسم الى اكتر من سب باتشز. يعني على سبيل المثال لو انا عندي خط الانتاج بتاعي بينتج وليكن 100 كيلو من الماده بتاعتي في الميكسنج وفي الجرانيوليشن وفي الدراينج وفي التابلتنج، لكن لما اجي اتكلم على الكوتنج بروسيس الاقي جهاز الكوتنج ما بيشتغل ما بيعملش كوتنج لاكتر من 50 كيلو، يعني الكباستي بتاعته 50 كيلو. فاضطر اقسم الباتش الى ايه؟ الى جزئين. يعني اذا الجزئين دول ممكن اسميهم تو سب باتشز، او ممكن اسمي كل واحد منهم باسم جديد غير الباتش يسمى ايه بقى؟ يسمى لوت. نيجي بقى نشوف ما معنى كلمة لوت. هنلاقي برضو نفس تعريف الباتش بالظبط ينطبق على اللوت. ليه؟ لانه هو كوانتيتي اوف دراج ان دوسج فورم او رو ماتيريال والباكج ماتيريال برضو هوموجينس وزين سبيسيفايد ليميت، وده كله كونستيتيوتنج بقى الجديد بقى اول اور بارت اوف سنجل باتش اند ايدنتيفايد باي ديستينكتيف لوت نمبر ذات ابيرز اون ذا ليبل. برضو الباتش برضو بنعمله ايدنتيفيكيشن بباتش نمبر. لكن هنا بقى المهم ايه؟ ان اللوت قد يساوي الباتش او قد يكون جزء من هنا او قد يكون جزء من الباتش. واللوت نمبر بقى ده عباره عن كومباينيشن من الليتر من الحروف والارقام او الاثنين مع بعض باي ويتش ان دراج كان بي تريست ان ذا مانيفاكتشر اند ايدنتيفايد ان ديستريبيوشن. يعني مهم جدا ان كل ده بالظبط زي اسم المنتج بتاعي، بس المنتج بتاعك بتنتجه كذا مره في السنه، فلازم تكون عارف كل باتش انتجته، لان كل باتش له نفس الايه نفس الخصائص، بحيث انت لو حبيت ترجع تجيبه من السوق او في مشكله حصلت تبقى عارف انها حصلت من انهي باتش من هذه الباتش. عندنا حاجه اسمها باتش سيرتيفيكت زي شهاده المنشا بالظبط، ودي حاجه مهمه جدا. دي عباره عن سيرتيفيكت ايشو باي ذا فابريكيتور اوف الوت اور باتش، يعني هي شهاده بيتم اصدارها بالمنتج او المصنع بتاع الباتش او اللوت بتاع اوف ادراج ذات از اكسبورتد and in which the fabricator will provide the following information. يعني اذا شهاده المنشا دي للايه؟ للتصدير، او انت وانت بتستورد بتطلب شهاده المنشا، وانت بتصدر بيكون مجهز ايه؟ شهاده منشا او ما يسمى بالباتش سيرتيفيكت. اللي بيبقى فيها ايه بقى؟ identify the master production document. master production document اللي هي الماستر فورمولا للليست اوف اكتيف انجريدينت والخطوات اللي بالتفصيل اللي انت استخدمتها في الانتاج. And certified وتشهد that the lot or batch has been produced according to the procedure described in this document. يعني لازم تديله خطوات الانتاج، المواد اللي داخله في الانتاج بكمياتها وخطوات وطرق الانتاج، وهذه الشهاده تثبت ان انت اتبعت تلك الخطوات. يعني عندك النتائج بتاع الخطوات، وعندك مين اللي عمل الخطوه الاولى ومين اللي عمل على دبل تشيك زي ما اتكلمنا في الجي ام بي في المحاضره السابقه. برضه تشوب بروفايد ا ديتيل ديسكريبشن اوف ذا دراج، يبقى لازم اوصف الدواء من ناحيه ايه بقى؟ من ناحيه جميع خصائصه اول بروبرتيز اند كواليتيز اوف ذا دراج انكلودنج ايدنتيتي، اسمه ايه؟ البوتنس، تركيزه ايه؟ البيوريتي بتاع الدواء بتاعي. وبرضه statement of tolerance، يعني لما اقول البوتنسي 500 مللي جرام بير تابلت مش هتبقى 500 بالظبط، اقول 500 زائد او ناقص 10% مثلا، وهو ده المقصود بكلمه statement of tolerance for the property and quality of the drug. برضه should identify the analytical method used to provide details of the analytical result obtained. يعني تديني analytical method وتديني تفاصيل النتائج بتاع الايه؟ التحليل. ليه بقى؟ طب انا مديك الانتكال ميثود ليه؟ لان انا لو قلت لك ان البوتنسي او البيورتي بتاع الدواء ده 99% وانا عاملها جرافيمتري، هل هتديني نفس الدقه لما انا اقول لك البيورتي 99% وانا عاملها بالاتش بي ال سي او باليو في سبكتروسكوبي؟ بالتاكيد لازم اديك طريقه التحليل عشان لما تعيد بنفس الطريقه بتاعتي وتطلع نفس النتائج بتاعتي، ولو طلعت خلاف عنها
يبقى الشهادة بتاعتي إيه؟ غير حقيقية. It should set out the address of the building at which the lot or batch has been produced. طبعا بالتأكيد أنتجت دول أنتجته فين؟ والأهم من كده إحنا اتفقنا إن من أهداف الـ GMP إنها تنمي الصادرات، فلازم الباتش بتاعك أو شهادة المنشأ بتاعتك تثبت إن الباتش بتاعك تم إنتاجه according to good manufacturing practice. عند زي ما عندنا لوت نمبر عندنا باتش نمبر، وبنفس الطريقة بالظبط نفس الديفينيشن هو طريقة لتعريف الباتش، وهي مجموعة من الأحرف أو مجموعة من الأرقام أو كومباينيشن بين الاتنين اللي هي من خلالها أقدر أتعرف على الباتش وأعمل له تريسنج. تريسنج يعني إيه؟ أتقف أثره في أي وقت. عندنا برضو ديفينيشن مهم قوي وهو ما يسمى بالبالك بروسس انترميديت. لما اتكلم على بالك بروس انترميديت، لو انا صرفت كميه من الرو ماتيريال عشان اعمل باتش من الباتشات وليكن تابلت ووزنتها وخلطتها وعملتها ميكسنج، الميكشر ده هل هو منتج نهائي ولا انترميديت؟ بالتاكيد هيبقى انترميديت. طب هو بالك يعني كميه على بعضها؟ بالتاكيد هو بالك. وهو ده طب لو عملته جرانيوليشن برضه بالك بروس انترميديت، عملته دراينج لسه برضه بالك بروس انترميديت، كبسته بقى اقراص قبل ما اعبيها لسه برضه بالك بروس انترميديت، عبيته وغلفته اصبح فينيشد ايه؟ اصبح فينيشد برودكت. عشان كده بقول بالك بروس انترميديت ده اللي لما ناخد منه عينه بقى واشتغل عليها بيسموها بقى امبروس كنترول. وعشان كده بقول it is an intermediate which must undergo further processing before it become a final product. يعني اي جزء من المنتج بتاعي اللي هو في خطوه من الخطوات اللي يحتاج لسه شغل زياده علشان يتحول الى ايه؟ الى منتج نهائي، اقدر اسميه هذه الحاله بالك بروسس انترميديت. They are usually characterized by holding time. ودي حته مهمه جدا كلمه holding time ديت، لما نيجي نتكلم ونقول لو انا عندي بعمل الجرانيوليشن بالويت جرانيوليشن والمفروض اجفف وجهاز الدراينج عطل او الكهرباء قطعت، هتبقى الجرانيول بتاعتي ويت وموجوده عندي، هل هتقدر تنتظر من غير ما يحصل ديجراديشن لفترة قد إيه؟ هو ده المقصود بكلمة holding time، اللي هو الوقت اللي أقدر أحتفظ بالمادة بتاعتي أو بالجزء بتاعي من المنتج ده أو بالبالك ماتيريال ديت دون تأثير على الثبات. لأن بالتأكيد لما أعبيها في final container وتتكبس في أقراص بتبقى واخدة تاريخ الصلاحية بتاعتها. طب قبل ما تتكبس وهي ميكشر هتبقى الholding time بتاعها قد إيه؟ ده مهم جدا، وبالتأكيد بطبق عليهم امبروسس تيست اللي هي الامبروسس كنترول اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت، بتطبق على البالك بروسس انترميديت. في ديفينيشن مهم قوي بقى اللي هو كامبين برودكشن، والكامبين برودكشن ده اللي هو حملة انتاجية، يعني ده معناه ان انت بتنتج بمعدلات اكتر من المعدلات الطبيعية بتاعتك. ودي بتحصل امتى؟ لو انت حصلت على مناقصة كشركة من التأمين الصحي مثلا او من مستشفى كبير وطلب منك كميات كبيرة من نفس المادة أو من نفس المنتج أو من مجموعة من المنتجات، ده معناه إن أنت هتنتج بسرعة أو بوتيرة أسرع من الإنتاج بتاعك. عشان كده بقول sequential processing of material either more than one product in a multi product facility، يعني ممكن تنتج أكتر من منتج بس بريت أسرع، or more than one lot or more than one batch from the same product over a defined period of time. هنا الكامبين برودكشن بيحصل فيها تعديل بسيط احيانا في عمليه الكواليتي اشورنس والبروسس بتاع الكواليتي اشورنس والجي ام بي. فالقاعده العامه مثلا بتقول ان اخر خطوه في انتاج اي باتش هي اسمها اريا كليرنس. اريا كليرنس يعني ايه؟ يعني انا بعمل اريا كليرنس يعني بنظف وتاكد ان كل شيء من هذا الباتش اصبح مش موجود، وبعمل كليننج للاكويبمنت وكليننج للمكان وكل حاجه. بنعمل عليها حاجه اسمها اريا كليرنس تشيك. احنا اتفقنا ان الجي ام بي واحد بيعمل خطوه وحد بيعمل عليه دبل تشيك. الطبيعي ان اللي يعمل تشيك اللي يعمل اريا كليرنس هو بتاع الانتاج، اللي يعمل عليه تشيك مين؟ بتاع كواليتي اشورنس او بتاع كواليتي كنترول، ده الطبيعي. طب لو انت بتعمل كامبين برودكشن وبتنقل من الباتش الاول للباتش رقم 2 في نفس المنتج، يعني ما غيرتش المنتج ولا حاجه وبتنتج سيكوينشال نفس المنتج كذا مره، في هذه الحاله مقبول ان يعمل اريا كليرنس تشيك في هذه الحاله بتاع الانتاج هو اللي يعمل على نفسه. لكن لو هتغير المنتج يبقى لازم
اللي بيعمل reaction تشيك يكون بتاع quality assurance او الكواليتي كنترول. عندنا اكسبريشن اخر وهو سيرتيفيكت اوف اناليسيس، دي حاجه مكافاه للباتش سيرتيفيكت اللي اتكلمنا عنها قبل كده، بس دي بتتعمل سواء انت هتصدر المنتج او هتنتجه في الداخل، وعشان كده الدوكيومنت كونتيننج ذا نيم اند ادريس اوف ذا لاب بيرفورمينج ذا تيست اللي عمل الاختبارات، الاسم والسبيسيفيكيشن بتاع الماتيريال، الاختبارات اللي اتعملت وطرق الاختبارات والاكشوال نيوميريكال ريزلت النتائج الحقيقيه والابروفال ديت والسيجنتشر بتاع الابروفير اللي هو عمل لها ابروفال، يعني الشخص اللي عملها ابروفال، اند اني اذر تكنيكال انفورميشن ديمد نيسيسري فور اتس بروبر يوز لاستخدام هذه السيرتيفيكت. هذه السيرتيفيكت بقى اللي هي شهاده المنتج بتاعك اللي كواليتي كنترول بتعملها في نهايه المنتج وبتعمل جميع الاختبارات. لما الباتش بينجح بتبعت نسخه منها لوزاره الصحه، وبتيجي وزاره الصحه تاخد عينه من الباتش وتعمل دبل تشيك عليها قبل ما تعمل لك افراج. ده الطبيعي انه يحصل في 25% من الباتشات على الاقل او في اول 3 باتشات، لكن في باقي 75% من الباتشات بقى ممكن جدا تقدر وزاره الصحه تقدر تديك امر او تديك تصريح بانك تنزل الباتش بتاعك او المنتج بتاعك السوق مباشره. في ديفينيشن مهم جدا وهو ما يسمى بالاوت اوف سبيسيفيكيشن، وده ديت كونديشن او ستيتس ان ويتش الكواليتي كنترول داتا انديكيت ان كومبلاينس تو سبيسيفيكيشن، يعني الاختبارات اللي انت عملتها بتاعك اللي عملها بتاعك كواليتي كنترول بتثبت او بتدل على ان المنتج بتاعك غير مطابق للمواصفات. القرار هنا هيكون ايه؟ هل نعدم المنتج؟ لا، ال WHO في حاله الخسائر بتحب تعمل دبل تشيك، يعني لو نجح بينجحه على طول، لكن لو سقط بيقول لك the results cannot be considered final unless confirmed by independent quality control staff. independent يعني ايه؟ يعني شخص اخر ما يعرفش نتيجه الشخص الاولاني. يعني لو نتيجته طلعت مطابقه للشخص الاول والاثنين بيقولوا ان هي not compliance او incomplied or does not comply to the specification، يبقى الباتش كده ايه؟ غير مطابق. لو الثاني طلع نتيجه مخالفه وقال لا ده هي ناجحه، في هذه الحاله لا هنقدر نقول ناجحه ولا هنقدر نقول ساقطه الا ما نجيب واحد ثالث يرجح بالاثنين، وكلمته في هذه الحاله هتكون هي الايه؟ هي الكلمه الفصل، يعني لو قال ناجحه تبقى ناجحه، لو قال غير مطابقه للمواصفات هتبقى غير مطابقه للمواصفات. الحاجه اللي نتكلم عنها بعد كده هي اسمها الامبروس تيستنج، وكلمه امبروس تيستنج اللي هي المقصود بها الامبروس كنترول اللي هي الاكزامينشن او تيستنج اوف اني ماتيريال او ميكشر اوف ماتيريال during the manufacturing process، اللي هي بتاخد عينات مثلا بعد الميكسينج وتتاكد ان هو هوموجينس، تاخد عينات بعد الدراي وتتاكد ان الموشن كونتنت سليمه، تاخد عينات بعد في اثناء الكومبريشن وتتاكد ان في هوموجينيتي. هو ده المقصود بالعمليه. عندنا حاجه اسمها انستليشن كواليفيكيشن، ودي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل في الفاليديشن، فمش محتاجين نتكلم عليها دلوقتي. عندي برضو ماركتنج اوثرايزيشن اللي هي الترخيص اللي انا باخده من وزاره الصحه عشان انتج دواء، عشان كده بنقول عليه ان هو legal document issued by the ministry of health authorizing، يعني بيسمح لك بايه بقى؟ ذا سيل انك تبيع اوف ادراج اور ديفايس حتى لو جهاز طبي، يعني based on health and safety requirement by FDA. طب ما معنى كلمه ماستر فورمولا؟ دي عباره عن document specifying بقى الرو ماتيريال ديت اللي هي الفورمولا الاصليه بتاعتي، specifying raw materials اللي هي list of active and inactive ingredient والزير كوانت وكمياتهم والباكجينج ماتيريال together بقى مع ايه؟ detailed description of the procedure and the precaution required to produce a specified quantity of the finished product as well as the processing and instruction including the impurities control. يعني تقريبا في الخطوات باختصار وبطريقة عامة هي الماستر فورمولا. هذه الخطوات والليسته بتاعت الاكتيف والانكتيف انجريدينت والكونتينر وكل ده بيديني الماستر فورم. اما بقى الماستر برودكشن دوكيومنت بقى، ده عباره عن دوكيومنت ذات انكلود بقى السبيسيفيكيشن بتاع الرو ماتيريال، كمان السبيسيفيكيشن بتاع زي هو كل المعلومات اللي موجوده في الماستر فورمولا موجوده في الماستر برودكشن دوكيومنت. يضاف اليها السبيسيفيكيشن بقى خصائص الرو ماتيريال دي ايه، خصائص الباكجنج ماتيريال دي ايه، وكمان الماستر فورمولا بالتاكيد زي ما قلناها قبل كده، والسامبلنج بروسيجر ازاي اعمل سامبلنج، ازاي اعمل ميكسنج. في الماستر فورمولا هيقول لك ميكس جيومتريكالي، اما هنا بقى هقول لك خد كيلو من الدواء بتاعي اللي هو الاكتيف ماتيريال اخلطه مع كيلو من الديلونت
لمدة ربع ساعة. خد المنتج بتاع الخطوة الأولى ديت اللي هو مجموعة 2 كيلو، واخلطه مع 2 كيلو تاني من الديل 1، فبيفسر لك بالتفصيل ايه هو الجيومتريك ميكسينج بتاعنا، وبيديك ستاندرد اوبريشن بروسيجر وكل الخطوات. ده ما يسمى بقى بالماستر برودكشن دوكيومنت، وكل منتج من المنتجات بيبقى له ماستر برودكشن دوكيومنت. الماستر فورمولا اللي بيعملها بتاع الار ان دي، الماستر برودكشن دوكيومنت بقى بيعملوا الار ان دي والانتاج والكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس بيجتمعوا مع بعض، لان بتاع الانتاج هو اللي عارف الكباستي بتاع الايه؟ بتاع الاجهزه بتاعته، وبتاع الكواليتي كنترول عشان ياخد السامبلنج بروسيس يعملها ازاي، ومن هنا بيتحدوا مع بعض ويكتبوا الماستر برودكشن دوكيومنت لكل منتج من المنتجات. لو انا خدت بقى الماستر برودكشن دوكيومنت ده لما اقرر انتج باتش من هذا المنتج، ببعت الماستر برودكشن دوكيومنت ده للانتاج وللمخزن عشان المخزن يجيب الرو ماتيريال، وبتاع الانتاج يبدا يستخدم الخطوات ديت وينفذها ويكتب النتائج اللي موجوده، لانه سايب لك مكان تكتب فيه النتائج اللي انت بتاع الاختبارات اللي انت عملتها، ويكتب اسم الباتش بتاعك، ويكتب له باتش نمبر، ويكتب تاريخ الانتاج. يتحول بقى الماستر برودكشن دوكيومنت بعد ما املاه واستوفيه اثناء خطوات الانتاج الى حاجه تانية اسمها المانيوفاكتشرنج باتش ريكورد. عشان كده بقى المانيوفاكتشرنج باتش ريكورد ده ريكوردز demonstrating that the batch of a drug was fabricated يعني أنتج in accordance with the approval of the approved master production document. يعني هو نفس الماستر برودكشن دوكيومنت، بس الخطوات اللي فيها مكتوب، كل خطوه مكتوب مين اللي عملها ومين اللي عمل ده على دبل تشيك. لو الخطوه دي بتاخد منها عينه وبتعملها تحليل، بتكتب نتيجه التحليل، فلما تملاها بقى وتستوفيه يتحول من ماستر برودكشن دوكيومنت الى ايه بقى؟ الى باتش ريكورد او مانيفاكتشرنج باتش ريكورد. ومن هنا هذا المانيفاكتشرنج باتش ريكورد هيثبت بالتاكيد انك انت ايه اتبعت الخطوات بتاع الماستر برودكشن دوكيومنت. وده بقى بتاع كواليتي كنترول لما يجي يفرج بيراجع ايه الباتش ريكورد ده. بتاع وزاره الصحه لما يجي يفتش عشان يقول لك هاخد عينه من المنتج بتاعك عشان اختبرها قبل ما تنزل السوق او ينزل لك السوق او يعدمه، بيشوف ايه؟ بيشوف المانيفاكتشرنج باتش ريكورد ده. لو حد جاي لك يعمل عليك اوديت ويفتش عليك في المصنع، بيشوف الباتش ريكوردز اللي عندك وبيبص عليها. انت لو جيت تعمل انيوال برودكت ريفيو لما كنا بنعرف الكواليتي اشورنس، بتجيب الباتش ريكوردز كلها بتاعت السنه لنفس المنتج وتشوف النتائج بتاعتك اثناء الانتاج بتبقى ايه. يبقى شفنا الباتش ريكورد ده حاجه مهمه جدا في الانتاج. طب بيقابلنا ديفينيشن اخر هو الماس بالانس. الماس بالانس ده ممكن يتعرف بطريقتين مختلفين. It's a process of adding together the assay value and delivery of the degradation product to see how closely to 100% of the initial value. معنى ايه الكلام ده؟ معناه لو انت عندك منتج بيتكسر منه جزء، والجزء اللي اتكسر ده 5%، المفروض يبقى عندي intact material قد ايه؟ يبقى عندي intact material تساوي 95%. ده التعريف لما يكون في degradation. لكن في لو انت بقى بتنتج بقى منتج، المنتج عندك انت صارف كمية من الدواء وكمية من الرو ماتيريال وكمية من الاكسبيانت عشان تديني باتش، هذا الباتش المفروض يكون فيه 100,000 قرص مثلا. خدت انت عينات في النص وعملت عليها امبروس كنترول، خدت عينات في الفاينل وعملت عليها كواليتي كنترول، دي نسب فاقد كلها. المفروض مجموع هذه العينات اللي انت خدتها زائد الكمية اللي انت هتنتجها في النهاية وتعد الاقراص بتاعتها يساوي 100%. الديفيشن اكتر من كده، يعني يمكن وزاره الصحه بتديك ديفيشن بلس اور ماينس 5%. لو انت 100,000 قرص الديفيشن بتاعك لا يتخطى بلس اور ماينس 5%. طب ماذا يحدث بقى لو عندك ديفيشن اكتر من كده؟ لازم تثبت ان الديفيشن ده ما عملش ميس يوز للدواء بتاعك وانتجته بطريقه غير قانونيه. طب وممكن يقول لك المكن بتاعك ما هوش فاليد انه يشتغل، غير المكن بتاعك او اعمله فاليديشن او جدد المكن بتاعك، لانه بيعمل ايه؟ لص للمنتج بتاعك. عندنا برضو الكواليتي كنترول، لو نجح بتعمل امبروس كنترول وبتعمل كواليتي كنترول على الفينيشد برودكت. الفينيشد برودكت انت انتجته خلاص، هل هتعينه في خط الانتاج وتعطل خط الانتاج على ما الكواليتي كنترول يعمل كواليتي فول كواليتي كنترول على الفاينل برودكت؟ ده كمان بعد الكواليتي كنترول ما ينجحه انت هتستنى الافراج من وزاره الصحه. فمثل هذه الباتشات المنتجه اللي هي منتظره قرار، يا اما افراج او نجاح يعني او عدم افراج، بتتعامل في مكان بتبقى ريستريكتد فروم يوز، يعني ما يقدرش يستخدمها
فبحطها في مكان يسمى كارانتين. هذا الكلام الكارانتين ده يستخدم ان انا اعزل فيه المنتج بتاعي على ما ينجح كواليتي كنترول وينجح من وزارة الصحة، وبرضه لو رو ماتيريال جاي للمصنع جديدة بحطها في الكارانتين لحد ما وزارة الصحة تقول لي انها صالحة للايه للاستعمال. عشان كده الكارانتين افكتيف ريستريكشن اوف ذا افيلابيليتي اوف ذا ماتيريال، يعني بمنعها من انها من التداول او البرودكت بتاعي فور يوز فيزيكالي اور باي سيستم، يا اما اوضه مخصوصه بالكارانتين او سيستم بنلاقي ان يقول لك اللي ما عليها ليبل اخضر معناها انها تقدر تستخدمها في المصنع لو كانت رو ماتيريال او تنزلها السوق، اللي عليها ليبل اصفر معناها انها كارانتين مستنيه قرار، اللي عليها ليبل احمر معناها انها ايه انها ريجكتد ومحتاجه ايه ومحتاجه نتخلص منها وغير صراحه للاستخدام. احنا كنا نعرف يعني ايه اكسبيريشن ديت، لكن عندنا ديت اخر يسمى ريتست ديت. في بعض الشركات العالميه بتديك الرو ماتيريال بتاعتها وما يقولكش تاريخ صلاحيتها قد ايه، لكن يقول لك الريتست ديت بتاعها وليكن بعد سنه. المفروض قبل السنه دي ما تخلص باسبوع تاخد انت منها عينه وتحللها وتثبت انها صالحه، وفي هذه الحاله تروح تبعت لوزاره الصحه تقول لها انا خدت عينه من عند الريتست ديت ده وعملت له كواليتي كنترول تيست وثبت ان هو لسه صالح، ممكن وزاره الصحه في هذه الحاله تمد لك التاريخ بتاعها سنه. وعشان كده بنقول الريتست ديت از ذا ديت وين ا ماتيريال شود بي ري اكزامند تو انشور ذات ات از ستيل سيوتابل فور يوز، وده بيبقى القرار منك الاول وتاكده مع مين؟ مع وزاره الصحه. عندنا حاجه اسمها ستاندرد اوبريشن بروسيجرز، والستاندرد اوبريشن بروسيجرز ده يمكن اخر ديفينيشن نتكلم عليه، ده عباره عن ريتن بروسيجرز جيفنج instructions for performing operation not necessarily specific to a given product of material but of a more general nature. يعني بنقول مثلا الستاندرد اوبريشن بروسيجر بتاع الكليننج بتاع الميكسر ده او بتاع الجهاز ده، هي دي اسمها ستاندرد اوبريشن بروسيجر. ستاندرد اوبريشن بروسيجر بتاع الكليننج بتاع الاسترايل اريا دي اسمها ستاندرد اوبريشن بروسيجر. بكده احنا خلصنا الديفينيشنز، ان شاء الله نبدا بالسنتيشن المحاضره القادمه.